يلا. الصلصة غليت عطفي؟ لا 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 خليها زي ما هي، وريني يا ملك. اسم الله عليها. الله، انت حط عليها ايه؟ حط عليها خلطة منيرة. بصي بالي. حاضر. بصي بنت بنتك عاملة البتنجان ولا تقوليش عندها 100 سنة. شاطرة يا ملك يا حبيبة عماتك. هو في أشطر من بنات وفاء؟ يحصل له، هو أكبر عليهم. ايه ده، في حد جه بره؟ انا هروح اشوف مين. لا استني هروح انا. حاسبي بقى. الله. انت حشريه. يوه يا منيره. الله. طب اتفضلي اقعدي على بشوف ماما بس. و ايه ايه شكلكم كده داخلين على مرحله جديده؟ جمال انا هستناك في العربيه. لا تمشيش، مش كل ما تشوفيها في حته تسيبيلها المكان وتمشي. فين ماما؟ انت جايبها عند امك يعني؟ مش في المناسبات بس. اتجوزنا يا وفاء. ارتحتي؟ اتجوزنا. يا مصيبتي يا مصيبتي. ومصيبتك ليه يا اختي؟ ما تباركي لاخوكي على مراته الجديده. زغراتي يا منيره. انا لازم امشي. استني استني، ما تمشيش. لبنى لبنى، انت مش عارفه زغراتي؟ ازغرات انا؟ لا 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 لا. يلا يا بنات باركوا لابوكوا. بتعملي كده ليه؟ بتعملي كده ليه؟ بتعملي كده ليه يا وفاء؟ هو انا ما استعرفك؟ بتعملي كده ليه؟ بتعملي كده ليه؟ بتعملي كده ليه؟ بتعملي البنات كمان؟ بتعمليها قدام البنات؟ ايوه خليهم يشوفوا ابوهم على حياتي. انت اتجننتي؟ 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 انت عايز تعمل عليا يا راجل؟ انت مش راجل حزام. مش راجل حزام، راجل غصب عني. وفاء انت طالع، انت طالع، انت طالع. بس يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ما تعيطيش. مش هقدر اطلع معاك الاوضه كمان. طيب نقعد. يلا نقعد. انا بقيت حاسه ان مع كل خطوه بناخدها مع بعض بنقع في مشكله قلقه من اللي قبلها، بنتعك اكتر. كلام فارغ. بلاش كلام فارغ من فضلك يا ربنا. كلام فارغ؟ يعني أول مرة تاخدني عند مامتك في البيت اللي هي المفروض إنها حماتي تحصل المصيبة دي؟ ده إيه بقى؟ أولاً دي مش مصيبة، ثانياً اللي حصل ده كان هيحصل، هيحصل، كان لازم هيعرفه. أنا بس ما كنتش عايز اللي حصل ده يحصل قدام البنات، أنا ما كنتش عايزهم يعرفوا بالطريقة دي. لا يا كمال، اللي حصل بينك وبين وفاء النهاردة ما كنتوش متفقين انه يحصل. انت ظلمتها. ظلمتها؟ ايوه. انت بتقولي ظلمتها؟ ايوه ظلمتها. انت كنت متفق مع وفاء انك انت لو هتتجوز هي ليها خيار من اتنين، يا اما تفضل على ذمتك يا اما تتطلق، وهي اختارت انها تفضل على ذمتك. لكن انت بقى ضحكت عليها لانك اولا اتجوزت وثانيا طلقتها غصب عنها. انا ماشيه. فين؟ هروح وانت اطلع اوضتك، ولما تهدى وتراجع نفسك نبقى نتكلم. هبقى اكلمك بالليل. استني لو سمحتي، ما تمشيش. انا عايزك تطلعي معايا.
أنا محتاجك قوي عشان خاطر تطلعي معايا. هو كان بيتلكك عشان يطلقني. طب تصدقي وتأمني بالله؟ لا إله إلا الله. قلبي كان بيقول لي إنه عارف إني هنا وإنه جايبها معايا عشان يذلني قدامها وقدام بناتي، يضربني ويكسرني ويطلقني. لا لا يا وفاء، كمال اخويا ومتربي معايا وانا عارفه كويس. اكيد ما كانش قاصد. انت عايزه بقى الحق، انت زودتيها حبتين. ماما هو احنا كده مش هنشوف بابا تاني؟ لا يا حبيبتي، مين اللي قال كده؟ ده ابوك وحبيبكم، ده انتوا مالكوش غيره وهو مالوش غيركم. يعني بابا كان سايبنا وسايب ماما عشان يتجوز واحده تانية؟ ايوه يا حبيبتي، ايوه ابوكي كان سايبني عشان الست التانيه. ابوكي بيكرهنا ومش طايق عيشته معانا. بس بقى يا وفاء، وينفع كده تقولي الكلام ده قدام البنات؟ خليها في قلبك واسكتي حبه. لا يا حبايبي، بابا بيحبكم ما يستغناش عنكم ابدا. بقول لكم ايه، انا عامله رز بلبن وزمانه ساقع في الثلاجه. بس يا بنت ما تعيطيش، خليكي حلوه. امال انت واختك قومي يلا. مش عايزين. يعني ايه مش عايزين؟ قوموا كلوا يلا بقى. يلا يا حبايبي، يلا يا نور عيني، هاتي بوسه. يلا يا ماما. يلا واغسلوا الاطباق بعد ما تاكلوا. هو ده اسمه كلام يا وليه يا عبيطه؟ تتكلمي كده قدام البنات؟ طب اعملي خاطر انهم عيال لسه صغيرين وهم مش فاهمين حاجه. هي دي الحقيقة، هو بيكرهني وأنا بكرهه. بعد اللي حصل النهاردة أنا ما بقتش طايقة أشم ريحته. ليكي حق. صلي على النبي وفاء عليه الصلاة والسلام. لو في حد ممكن يحس باللي أنت فيه ده، مش هتلاقي حد يحس زيي. أنا جوزي زبلني 15 سنة ولا كان بيعبرني. تعرفي إنه كان حتى في الأعياد كان بينسى يقول لي كل سنة وأنت طيبة. كل سنة وأنت طيبة دي كانت ممكن تتقال لي تاني يوم العيد، تالت يوم العيد، وممكن ما تتقالش خالص. عملت أنا إيه بقى؟ اتجننت واتشعوضت زي كده؟ سكت، شغلت نفسي مع اخواتي. على فكره الراجل بيحب الست العاقله الهاديه مش بتاعه المشاكل. وانت ما تزعليش مني، مفيش اجن منك. هدي نفسك كده وهو هيجي لك لحد عندك. ده النظره في وش بناتك بالدنيا وما فيها. هقوم اعمل لك حبة ليمون. صلي على النبي كده. ألو؟ أيمن. مين معايا؟ أنا منى. منى مين؟ مدام منى اللي كنت بكلمك على الشات. ياه، منى زهرة الصبارة؟
انت لسه عايشه؟ سجلت نمرتك عندي من ساعه ما اديتها لي. مش انت كنت عايزني اكلمك؟ يا ستي ده انا قلت انت نسيتيني. انت فاضي دلوقتي نتقابل؟ اوبا جد دي ولا اشتغال؟ على فكره بقى انا بتكلم جد، ممكن اجي لك في اي حته انت عايزها. اي حته ازاي يعني؟ طب انا قاعد في البيت لوحدي دلوقتي، تيجي لي البيت مثلا؟ هاجي لك. وفاء. نعم. الليمون. شكرا. لابسه كده ورايحه على فين؟ راح اشم هوا. مش ناقصين مصايب. ليه؟ هو انت شايفاني دخلت المطبخ شديت سكينه عشان اقتله؟ اهدي يا منير، كمال اساسا مش قايل لي هو فين. هو فين البنات؟ جوه قاعدين مع ماما. طب خلي بالك عليهم عقبال ما ارجع. خدي